أهلا بكم أسرة المشاهدون في حلقة خاصة جديدة وندوة جديدة نتناول في هذه الحلقة التظاهر السلمي بين التعبير عن الرأي والتسييس. ضيوفي في هذه الحلقة أبدأ بالسيد محمد الهنجري المحلل السياسي. أهلا بك سيدي. أهلا وسهلا بك. كذلك أرحب بالدكتور فتحي الفاضلي. أرحب بك. أهلا. كذلك بالسيد عصام الزبير كاتب الصحفي. أهلا وسهلا بك. والمحلل السياسي السيد السنوسي إسماعيل. نعم. حياكم الله. وأبدأ معك سيد الهنجري. من المعروف أن هذه الثورة ابتدت بالمظاهرات. اليوم النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة سيد محمد المعزب يحذر من استغلال الظروف الحالية وتأجيجها من خلال المظاهرات، ويتحدث عن المظاهرات مظاهرة الجمعة الماضية بالذات. أعتقد أن هي المظاهرات هو حق مشروع لكل إنسان أو جماعة تعبر عن مطالب معينة، وحتى صراع البشرية من 2000 سنة من أجل الحرية الفردية وغيره، وقدمت ألاف الضحايا الأحداث التاريخية كلها تعبر عن الحرية، حتى وصلنا الآن للعصر يسمى عصر حرية فردية. ولكن لابد أن هناك تنظيم، مش يجيني في مظاهرة في نص الليل ولا في أي مكان يسكر شارع ويدير مظاهرة وكذا. يعني مظاهرات معروفة في العالم كل ديمقراطي أن تقدم ترخيص مسبق وتحدد المكان والزمان لهذه المظاهرة حتى تكون حتى محروس من قبل السلطات ورجال الأمن من اختراق هذه المظاهرة. يعني لو قدر الله يوم المظاهرة متاع يوم الجمعة الماضية ومتى كان موعدها كده مزيد زي واحد مفتن جاسوس أو من أي جهة تانية ودخل وطلق النار على حد قتله، شو بيصير هنا؟ بيصير فوضى في بلاد، يعني بديلك فتنة. لكن يجب أن تكون مظاهرات منتظمة وتوقيت معين وغيره، ومن حق معزب أن يعني لأن هذه تستغل استغلال سيء جدا. أنت مرات تطلع مظاهرة على شعارات معينة ومطالب معينة، تجد نفسك في مظاهرة من أجل شعارات أخرى استغلها أطراف أخرى مناهضة أو غيرها تستعمل. زي مران بنغازي مظاهرات تطلع معيدا للنظام السابق، تطلع مظاهرات وكذا، هذه كيف تطلع؟ لأن تطلع بدون ترخيص وبدون علم السلطات وغيرها، يطلع في إمكان مع سلاح وغيره ويبدأ. ولهذا يعني يجب أن تكون إذا كان منظمين ومجتمع نبي نرتقي بالحضارة، يجب أن تكون مظاهراتنا منظمة عفوية تحمل شعارات إن شاء الله حتى مضادة للحكم وغيرها، ولكن تكون بعيدة عن استغلال من طرف آخر. سيد معزب اليوم يعني قال أن هناك من حاول استغلال هذه المظاهرات لأجل مآرب سياسية، هو السؤال هنا كيف يفرق المتظاهر الذي يخرج من أجل هذه الضغوطات السياسية الموجودة الحياتية الموجودة، لا كهرباء أيضا السيولة مقطوعة، كيف يفرق بينه وبين المآرب السياسية التي ذكرها السيد معزب؟ طبعا إذا كان مظاهرة يوم الجمعة خرجت بمطالبة بإسقاط المجلس الرئاسي وهذه الأشخاص هناك من يعني ضد المجلس الرئاسي ضد الاتفاق السياسي استغلوا هذا الحدث لإسقاط المجلس الرئاسي اعتقاد منهم، ربما حتى من يعتقد قالوا لها من يعني السفير الفرنسي موجود في قاعدة أبو ستة البحرية، شوف التسويق وكان تسويق عالمي كبير جدا، وفلان استقال وفلان استقال واستقال هرب، شوف يعني الهالة اللي استغلها المضادين أو غيرها. يعني يا ريت أنا إذا كان خصمي شريف، أنا خصمي شريف يعني نحترمه، لكن خصمي لما يكون يعني يلقي علي بالأكاذيب وغير يعتبر خصم غير شريف. هذه الجموع هي غير شريفة، مش الجموع، الخصم غير شريف الذي استغل كده. الجموع خارجين نقولك على نوضح لها النقطة هذه، الجموع خارجين لأجل غير معين، ولكن هو لأجل إيش خرجوا؟ خرجوا من أجل ضد العدوان الفرنسي على سرايا بنغازي. طيب عصام أحد استغلها الآخرين ومن وراهم ومدريش وراه في الفيس وغيرها استغلوها. خرجت يوم الجمعة الماضية وتابعت وكنت على النبأ أيضا، يعني أولا بصراحة أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. الحديث عن التظاهر في ليبيا طبعا هو عهد جديد، لم يكن الليبيين يتظاهرون قبل 5 سنوات، وهذه سنة جديدة وحميدة بالنسبة لليبيين للتعبير عن الرأي. التعبير عن الرأي لا يمكن أن يتم في اتجاه واحد، وأن لا يمكن هذه الجموع التي اجتمعت أن تكون بتعبير نحو اتجاه واحد. البعض يأتي من أجل المصالح قد تكون حياتية له، والبعض الآخر يأتي من مصالح وطنية،
ولكن كلهم يصبون في صالح الوطن. أما أن تقول أن الخصم غير شريف فأنا سمحني فيها أقول لك أن حتى المجلس الرئاسي الأعلى كان غير شريف في وضعيته. هل الخصم هذا قام ببناء نفسه باتجاه الذي تحدث اليوم هو نفسه لم يخول بالتوقيع، ولذلك من استغل الموقف هم في الأول وسنوا هذه السنة، وأصبحت بعد ذلك إذا كانت في صالحهم يجوز وإذا كانت في صالح الآخرين باطل. فنحن حتى من وقع ومن خول بالتوقيع وعلى اتفاق هنا ذهبوا إلى اتفاق واستغلوا الموقف. حتى المتظاهرين أنا لا أبرر لهم، ولكن هذا ما حدث يجر ما بعده. الناس الذين خرجوا من أجل التعبير بأنهم ضد القوات الفرنسية تدخلها داخل ليبيا، كان البعض منهم يشتاط غضبا من أجل عدم طموحه وتطلعه بأن 100 يوم التي تحدث عنها المجلس الرئاسي لم تتحقق، ولذلك أراد أن يكون هذا التجمع للتعبير عن رأيه في ذلك. وأنا أقول لك وكنت حاضرا أن بعض المتظاهرين قالوا لن نذهب وبقوا في الميدان. الذين بقوا في الميدان هنا يعبرون عن التظاهرة التي كانت ضد القوات الفرنسية، أما الذين خرجوا فهم لم يفرضوا على أحد أن يخرج معهم، ولذلك كان تعبيرهم فالتعبير الآخر الذي يراد أن يقال بأنه مآرب سياسية. هل المآرب السياسية هذه خطأ؟ هل يوجد فيها ظلم على المجتمع؟ هل توجد فيها أنباء غير صحيحة؟ لماذا لم يتحرك المجلس الرئاسي أو الحكومة التي أخذت المناصب بالوزارات وقامت بخدمات هذا الشعب؟ الشعب يعاني من الكهرباء، الشعب يعاني من تصاعد الأزمة المالية التي أصبحت يعاني منها جيب المواطن وتعاني منها البنوك من أجل ارتفاع سعر الصرف ومن أجل ارتفاع مستوى المعيشة، ولذلك يمكن أن تستغل هذه المظاهرات في هذه الأشياء نتيجة المعاناة. لماذا اغتاظ إن صح التعبير النائب الثاني رئيس مجلس الأعلى للدولة من وجود مآرب أخرى، أو دعني أقول عنوان آخر للمظاهرة غير التدخل الفرنسي؟ هل كان على المتظاهرين فقط أن يلتزموا بخط ضد التظاهر ضد التدخل الفرنسي فقط، أم لماذا لا يريد أن يتم التظاهر ضد أمور أخرى؟ في البداية أرحب بكم جميعا وبالسادة المشاهدين في قناة النبأ. هو أود الإشارة أولا إلى أن رأي معزب لا يهمني حقيقة. أنا أرى أن التظاهر حق مكفول للجميع، ولكن التظاهر كما ذكر الأستاذ محمد اللي هو التظاهر السلمي المقنن المنظم بحيث يكون في ساحات، مثلا كما كنا نتظاهر أيام فجر ليبيا على في 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 ميدان الشهداء، كانت الأمور منظمة، يعني لم نكن مثلا ننطلق إلى أماكن ليست يعني كما تقول لا علاقة لها بموضوع التظاهر مثلا أو ما إلى ذلك. فعملية الاعتراض على انطلاق بعض المتظاهرين، طبعا ليس كلهم، يعني هو أغلب المتظاهرين بقوا في ميدان الشهداء، ولكن جزء من المتظاهرين انطلق إلى مثلا المجلس الرئاسي والآخرون انطلقوا إلى وزارة الخارجية. أرى أن هذه الأمور حتى لو كانت ربما تكون من حقهم، لكن يجب أن تكون وفق نظام وبإذن من وزارة الداخلية. أما التصرف هكذا هذا ربما في هذه المرة كان أناس عقال ومضت الأمور بسلام، لكن ربما يأتي موقف آخر يستغله طرف ثالث كما حصل في غرغور مثلا وكما حصل في مواقف أخرى، ونجد أنفسنا في كارثة، يعني يكون هناك دماء وقتلى وما أدرك. وهذا طبعا الآن يعني يؤثر على الأمن في العاصمة ويعقد الأمور في البلاد. لكن التظاهر كحق أصيل هذا لا غبار عليه، ضد المجلس الرئاسي، ضد فرنسا، ضد كما يشاء المتظاهرون. هذا أمر يعني لا يمكن تقييده، ولا يمكن يعني قمع الناس أو إلزامهم بأن يكمموا أفواههم. طيب في نقطة أخرى أود أن أشير لها يعني في عجالة، يعني هي طبعا حصلت بالأمس، يعني فسر بعض الكلام اللي قلته بشكل خاطئ اللي هو قضية يظن البعض أنني أدافع عن المهدي البرغتي. أنا كنت أمس أفسر ما قاله المهدي البرغتي فقط، فذكرت نقاط محددة واضحة. قلت أن المهدي البرغتي ينتمي إلى فريق الكرامة، وقلت بأن السيد كاجمان أدان غزو والغارات على درنة، وبالتالي فلا يحق لأحد أن يكلمه. وقلت أيضا أن الحكومة غير مفعلة لحكومة الوفاق. طيب. وقلت أيضا أن المجلس الرئاسي لا يزال ضعيف، لا يوجد فيه ديوان رئاسي ولا يوجد، هذا كله قلت. فلا أعرف يعني كيف فسر كلامي بأنه هو دفاع. طيب. هذا تبين منك أنت. نعم. دكتور فاضلي، يعني كما الأستاذ السنوسي كذلك كلام الأستاذ الهنجري يصب في مجرى واحد، هو التظاهر السلمي حق
مشروع، لكن حتى لا يحاد به عن طريق الصواب. لاحظنا أن المتظاهرين انتقلوا مباشرة من ميدان الشهداء إلى وزارة الخارجية وإلى قاعة أبو ستة، لا قدر الله لو صار فتنة هناك لا قصرت مجزرة هناك. وبالتالي المتظاهرين كما قال سيد معزر يعني حملوا فوق أمرهم وذهب بهم البعض واستغلهم في مآرب سياسية كما جاء في التصريح اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر قناة النبأ على هذه الفرصة الطيبة، وحيك أستاذ مصطفى كبير، وحي جهودك وجهود القناة، وحي ضيوفك الكرام والمشاهدين الكرام. هذا سنة لطيفة جدا، ولا تذكير بشيء حدث في الأمس سأبدأ بها وبعدين نخش في الموضوع ثواني خمس ثواني. يعني قضية الواقع، أشكر الأخ هنقاري ذكرنا بشيء، الله هذا واقع هذا واقع هذا واقع، ولا لا الله غالب علينا أن نقبله، ولا لا. أنا لا أعنيك في كلامي لكن أشكرك على تذكيري بهذه القضية. الأحرار يصنعون الواقع الذي يتلائم مع آلامهم وطرحاتهم وآلامهم، والعبيد يصنع لهم الآخرون الواقع. نحن لسنا عبيد، نحن من يصنع واقعنا سيدي الكريم. أوكي، المتسلقين والمتخاذلين والمستسلمين والانبطاحيين هم الذين يصنع لهم الآخرون الواقع. الواقع هو ما نراه نحن. عندما جاءت إيطاليا لتغزو ليبيا لو لم يستسلم أجدادنا ما عندهمش حتى سلاح، حماس وعصي، ومع ذلك ما قالوش هذا واقع يا جماعة خلوه. عمر مختار رحمه الله والشهداء والسويحلي والباروني وعبد النبيب الخير وما إليهم، كل هؤلاء الأبطال كانوا بعضهم بلغ 73 عمر. كيف نتعامل مع الواقع لو سمحت المقدم؟ 73 سنة عمر مختار على ظهر جواد ويقاتل، أين الواقعية هنا؟ الواقع يصنع الحر، دائما الحر من يصنع واقعه، الواقع لا يصنع. ونطوع الواقع لآلامنا وقيمنا وثوبتنا مبادئنا، الواقع لا يطوعنا إلى ما يريد. وهذه سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. لو كان الرسول فكر الواقع، هذا الرسول يقول مكة ضدي وضرمان ضدي والعالم ضدي، تراجع. لكنه صلى الله عليه وسلم رسخ رسالة. أشكرك على تذكيري بقضية الواقع وعدم الواقع. معزب لم يذكر سلامة المواطن أستاذ السنوسي. ما قالش أنا يا جماعة تفضلوا تظاهروا ضدي ومعاي، لكن أرجوكم سلامتكم، مرات يخش بناتكم حد يقتلكم. أؤيد في هذا. الرجل قال هناك من يستغل سياسيا. أنا أسف لأن أخ معزب تقريبا عاش في الخارج ولا لا، وشاف في أكبر الدول الديمقراطية. نحن تظاهرنا ضد الغارة الأمريكية، ضد ريغن في أمريكا، يحرس فينا الشرطة الأمريكية معززين مكرمين ولم يزعجنا أحد ولا لا، داخل أمريكا وأجانب باين علينا طبعا وجوهنا مش سويسرية وأمريكا ولا لا. المؤلم في تصريح، هل هو يمثل نفسه أو غيره؟ هذه قضية أخرى مرة أخرى. يعني كيف يمثل نفسه أو غيره؟ يعني مثلا هذا رجل مسؤول، يعني يمثل جسم ما، وبالتالي هذا محسوب على كل جسم، على مجلس الدولة هذا التصريح، مش على شخص كما يصرح حوار الأمس البرغاثي يمثل حكومة. هذا طبيعي، هذا شيء طبيعي محسوب عليهم يعني غير يعني. ما أريد أن أقول الآتي، شخصيا أكرمني الله سبحانه وتعالى من ثمرات ثورة 17 فبراير، يعني كنت أتكلم في ميدان الشهداء ماشي، لما كان الأخوة الكرام معزب وجماعتي اللي في مجلس الدولة كلهم كانوا في المؤتمر وكانوا هنيكم جزاكم الله خير، كانوا يعتبرونا مداعمين مساندين، لم يعتبرونا مؤججين ولا استغلاليين لموقف سياسي. يعني هل عندهم ذاكرة جيران هذوم ولا شنو؟ أول أمس كنت تقولوا بارك الله فيكم، الصوت الصادع صوت الحق، كنا نتكلم في ميدان الشهداء، لم نكن عند عقلية مجلس الدولة لا مؤججين ولا مستغلين، أصبحنا فجأة الآن نستغله. سيدي للأسف الشديد من يتصدر مشهدنا السياسي يا أخي ليسوا على مستوى القضايا وليسوا على مستوى الثوابت. خلي عندك ثوابت أو مبادئ، من حقي أن أتظاهر ومن حقي أن أتظاهر ضدك ومن حقي أن أطلب بإسقاطك. المجلس الرئاسي والمؤتمر والبرلمان والحكومات كلهم أجسام ستنتهي وسيبقى الوطن. فلننحاز للوطن، ننحاز للضحايا، ننحاز للمواطن وأزمات المواطن. هالجموح هذه كلها اللي في مصراته، اللي في صبراته، اللي في الزاوية، اللي طلعوا في طرابلس، هالعالم الشياب العزائز الأطفال النساء اللي خرجوا المتظاهرين بيستغلوا سياسيا شيئا ما، ولا بيعبروا عن آلامهم من عدو غاشم متدخل وقصر. ومن حقهم يمشوا وزارة الخارجية، من حقهم يمشوا المسجد، من حقهم يمشوا أينما يذهب، من حقهم أن تكفل لهم الحماية. أنت تخرج أنت أو غيرك تقول السلام عليكم، نرحب
نرحب بهذه المظاهرات، نرجو منكم باش مرة أخرى ندروا لكم حماية. للأسف الشديد سيدي أنا مشتاء جدا أيضا أنه لم يذكر أن هناك شباب من درعانهم ينتموا من ضربوا شياب قدام المجلس الرئاسي. شياب كبار والله لا فيها رجولة ولا فيها مروءة ولا فيها حرية ولا فيها شيء. طيب. لماذا لم يشاروا إليهم؟ طيب. سيد الهنقاري استوقفني الكلام الآن السيد محمد دكتور فتحي عفوا عندما قال أن السيد معزز لم يتحدث في بيانه عن سلامة المتظاهرين وإنما تحدث عن مآرب سياسية قد تستغل. أنا عندي سؤال لك، أول حاجة من هو ضمير الغائب الذي يبحث عنه السيد معزز؟ من هم الخصوم؟ ثاني حاجة لماذا غاب ذكر سلامة المتظاهرين وحدد العلة بالمآرب السياسية؟ أولا أنا نقول لك شنو هو الضمير. مصراتة قدمت 300 شهيد لحد الآن في سرت وأكثر من 1000 جريح. 300 لم نسمع أن مصراتة تهجمت على المجلس الرئاسي أو على أي وزارة من وزارات، بالرغم جرح، نقص في العتاد، نقص في العلاج، نقص 60,000 حاجة. أنت ليش تظهرت اليوم بالطريقة؟ من حقك الظهر، لكن ليش يعني انت شبحت 300 قدامك؟ انت عندك 40، كنا ابناء وكنا اخوه، زهادم اولاد ابنائنا، ما فيش فرق. يعني انت ليش يعني هذا هو وجه الاستغراب اللي كان انا احكي لك على الاخر ماذا يفكر. طيب الاخر ماذا يفكر؟ لا تريد، مش انا، مش كلامي انا هذا، الاخر لا يريد، الاخر لا يريد الجموع الظهر ضد، لا لا لا، انا الفرنسي انا عندي 300 قدمتهم وما قلت شيء وراضي بامر الله، تلف مصراتة من أجل الوطن. لا قصدي متهجم على وزارات، تكذب بيجوا مغادي للوزارة هزم. لا يوجد مصراتة موجودة. طيب وزارة الخارجية موجودة. يقول القائل وزارة الخارجية والمجلس الرئاسي أجانب، حتى اللي قاتلوا في سرت أجانب يقاتلوا في أبنائنا. باهي شنو دخل شنو الفرق في هذا في هذا؟ عطني الرابط سيد هنقري. الرابط قلت لك الفرق كبير بينش. أنت ليش أنت أنا متحمل مخدم 300 شهيد وأنت 45 شهيد. يعني تحملني زي ما تحملت أنا. من اللي بيتحمل؟ شنو؟ من اللي بيتحمل؟ بيتحمل الأطراف. هي عندك جموع خرجت في مصراتها في نفس اليوم وجموع خرجت في طرابلس نفس اليوم، تحدث عن أهم المواضيع هي تدخل الفرنسي وفي الزاوية وفي الصفارة. نحكم وغيرها. من حق الواحد إنه يخرج الظهر، هذا لا مانع فيه، لكن إني نمشي نهزم على وزارة ولا نهزم كذا ونطالب بإسقاط حكومة ونطالب بإسقاط كذا، هذه هي المسألة اللي وصلت هنا. يعني أنت تشوف كيف استغلها، طلعوا الأبرياء اللي طلعوا ناس رفعتهم الغيرية الوطنية والدينية، مشوا لميدان الشهداء وقالوا احنا نطالبوا بكذا كذا، الجيش مجمعة تانية تاخذهم ترفعهم باهي رفعوهم لقدام لوزارة الخارجية وبيستغلوا بهم إعادة فوضى. هذه المسألة هي الاستغلال، هي استغلال. وبعدين شيء تاني، أنا نقول 100 يوم اللي قال عليها السراج في الوحدة، 100 يوم لم تبدأ بعد أصلا. أنت عند 100 يوم لن تبدأ إلا بعد إقرار استلام الوزارات. يعني أنت جسم كان 4 سنين ما طلعتلاش وجيت ضده، اليوم جاي انت 1-3 شهور تقول ضده. لكن الوقت المواطني شبه يومين التظاهرات كان ضده. يعني حتى الاتفاق السياسي كان يقصي، انت قلتي حفتر ما ليش حفتر، الاتفاق السياسي يقصي حفتر، يقصيه حفتر عرض اقتباس لانه يقصيه، جي حتى انت نفس الشيء. يعني شيء طيب سيد معزب اليوم، سيد معزب اليوم سيد، انا في نظرك سيد معزب اليوم، سيد معزب اليوم يعني تحدث عن المآرب السياسية، هل هو يخشى من انقلاب الطاولة على المجلس؟ هو هذا الحدث، يعني هو خاف من طرف له مؤيدين. هو كلنا نخاف عن انقلاب الطاولة من اجل الاستقرار. هذه مرحلة بسيطة زمنية قصيرة ثم تلها انتخابات حتى ننتقل مرحلة أخرى. طيب عصام فهمت؟ طيب كنا نخاف. طيب من حق السيد معزب أن يتحدث عن جسمه ويحمي جسمه من مآرب سياسية قد تقلب الطاولة، تقلب الاستقرار زي ما قال لك السيد الهنقري، وبالتالي من حق أن يتحدث عن مآرب سياسية تحول هذه الجموع. لازم ديما عندنا عقلية الاستغلال وعقلية اللي تخرج عقلية تافهة وأن يقودوا فيهم ناس، لازم ديما ماشيين في السياق هذا. اللي ماهوش في الطيف نفسه قعد في ميدان الشهداء، والعدد اللي قعد اكثر من اللي مشاه. ليش احنا ديما نستغل ونقول الناس تم استغلالهم؟ علاش ما نقولش الناس هذه عندهم قضيه حاملينها ولذلك ذهبوا غاد؟ علاش انت ما توصفش المشكله سي معزب وغيرك؟ علاش مشوا للخارجيه؟ شو السبب؟ علاش ما مشوش لرئاسه الوزراء؟ علاش مشوا للخارجيه بالذات؟ لان تصريح السيد سياله ما عجبهمش اللي في راديو سوا. خلونا نوضع الامور على مفاصلها ونبدا في الحقيقه.
علاش هذا يبرر لهم التظاهر ضد الخارجية؟ لأن التصريح كان مستفز للناس. هذا طبيعي ترى. أي تصريح لمسؤول يتحمل مسؤوليته، لأن التظاهر لماذا؟ سبب الأساسي عدم. أنتوا تتكلموا على مجتمع سويسري، تتكلموا على مجتمع عراقي ما زال موصلنا لاش. المسؤولين إحنا نتظاهر وكنا قداش لينا، ما فيش استجابة. ما في استجابة للمسؤولين، ما في استجابة للشارع، ما فيش حراك أو التقاء بين المسؤولين والشارع، ما فيش أصلاً حتى لما يتكلموا خارج الواقع لأنهم بعيدين عن الشارع. طيب. لذلك الشارع رأى أنه ماليش كلمة، مش مسموع كلمته، ما دارش. معقولة إحنا سامعين كمواطنين بقوات الفرنسية وتم ولا حديث للمسؤولين بذلك، كيف طيب. في الشارع؟ عصام أستاذ عصام كذلك أستاذ الحضور والضيوف، نخرج إلى هذا الفاصل بعد بإذن الله نواصل. أرحب بكم السادة المشاهدون مجددا وأهلا بكم في هذه الندوة. طيب سيد السنوسي، يعني من كلام سيد معزب اليوم على من يريد الوصول إلى مآرب سياسية وصولها بطرق سلمية. طيب إذا لم تكن المظاهرات طرق سلمية، ما هي الطرق التي يعتقد سيد مآرب أن سيد معزب أنها سليمة؟ والله أنا لا أعرف ماذا يقصد بكلامه، هذا المعنى في بطن الشاعر يقول. لكن طبعا الوسائل السلمية كثيرة، يعني مثلا التظاهر هذا واحد من الأساليب. مثلا الحملات الإعلامية في سواء في القنوات الفضائية مثلا أو في هذا كله يعتبر سلمي. يعني رأينا المعارضين للاتفاق في عندهم وسائل إعلام في داخل طرابلس ويتكلموا براحتهم ضد الاتفاق، وهذا مكفول لهم الحرية. يعني هذا من محاسن الاتفاق السياسي ومن محاسن المجلس الرئاسي حقيقة. لأن هذه مثل هذه الوسائل السلمية هي التي تمكن المواطن أن يعبر عن معنا في دخول الرأي السياسي فيما يشاء. يعني لكن لا يمكن تغافل ما حدث لقناة النبأ، يعني بداية يعني عندما دخل المجلس. والله يا أخي هو عملية الغوغائية هذه وكذا، احنا حتى لا يتحمل مسؤوليتها، يكون عام التظاهر بعدها ماش في تظاهرة. طيب القضية لا يتحمل مسؤوليتها. طيب هو تحدث عن ضمير غائب، يعني قال هؤلاء الذين يريدون ويريدون ويريدون. ببساطة يعني من هو هذا الضمير الغائب؟ يعني لماذا يتحدث سيد معزب بكل صراحة؟ يعني هل يقصد سيد معزب يتكلم عن المعارضين للاتفاق السياسي؟ خلينا نكون واضحين، يعني القوة المعارضة للاتفاق السياسي اللي بدأت تتمثل في أعضاء المؤتمر السابقين حتى أنه دعاهم للانضمام إلى مجلس الدولة. فهو يقصد هؤلاء، خاصة أن هؤلاء في منهم من هو يقف وراء بعض هذه الأمور التظاهرات وما أدراك، فهذه أمور واضحة. بل أن رئيس الوزراء الأسبق اللي هو السيد خليفة الغويل ظهر في الشاشة وتكلم وهاجم بعض القوى السياسية كذا. يعني هو ما تكلمش عن المصلحة، تكلم على الإخوان. المهم أنه هو هاجم كل من يؤيد هذا الاتفاق وأصر على أنه حكومة شرعية وكذا. فأقصد أن المسؤولين السابقين بإمكانهم أو حتى أعضاء المؤتمر بإمكانهم أن يمارسوا أساليب يعني أوضح وسلمية أكثر، ولا داعي لهذا التأجيج للعاصمة التي نريدها الآن مطمئنة هادئة، بحيث تأتي السفرات وتدخل أموال فيها ويتدفق النفط ويتم تقديم الخدمات للمواطنين. خاصة أني أرى أن توجيه اللوم إلى المصر الرئاسي فيما يخص أزمات مزمنة وقديمة وسابقة للمصر الرئاسي، بل أن الحكومات التي قبله لم تتمكن لكن من حلها. هو وعد مثلا منها مسألة لكن هو وعد بحلها. نعم وعد بحلها هو، نعم، لكن كل شيء يحتاج وقت. يعني مثلا أهم شيء فيما يخص مثلا أزمة السيولة هو تدفق النفط. إذا لم يتدفق النفط لا يمكن حل مسألة السيولة. لا يمكن بتاتا، لأن سقوط الدينار أمام الدولار هذا واضح، لأن مصدر الرزق الوحيد هو النفط وهو متوقف. وبالتالي الناس خرجت، وبالتالي الناس خرجت لما رأت 100 يوم انتهت. هو سيد هنغاري قال لم تبدأ، لكن 100 يوم انتهت، وبالتالي يعني بالضبط دولار، فخرجوا تظاهرا ضد هذا الوقت، ضد هذا الوضع المتأزم. يعني نعم لا بأس، أنا لا أقول أنهم بالتالي مش أعضاء المؤتمر هم اللي البعض يقول مش أعضاء المؤتمر هم اللي حرروا. بالنسبة لأعضاء المؤتمر موضوع آخر، فيما يخص مثلا مسألة الإسقاط المجلس الرئاسي وما أدراك فقط. يعني لا أقصد الأزمات. المواطن طبعا بيصرخ، يعني معقول المواطن
أقول له لا تصرخ، لا تعبر عن رأيك، هذا شيء غير معقول طبعا. لكن من حق المواطن أيضا أن يطالب بحل هذه المشاكل من المجلس الرئاسي، ولكن أيضا أن يراعي ظروف البلاد، لأن قفل النفط مثلا هذا أمر ليس من حق يعني ليس البعض يسأل البعض ليس من يعني البعض يسأل الوزارة السابقة البعض يسألك ثلاث سنين البعض يسألك أليس من حق المواطن أن يطلب البديل الآن بعد 100 يوم؟ والله هذا من حق المواطن طبعا، لا لا انا لا اصادر حق احد في التعبير عن الرئيس، لكن اقول لك فقط حاجه واحده اللي هي اللي هي عمليه ال 100 يوم هذه راهي احنا نسمع بها سمع هي سليمان هي تكون سليمان في دول ان شاء الله تكون في دول مستقره يعني مستحيل نعم مستحيل طلبات طبعا يعني تكون دوله مستقره ينتخب لها حكومه دوله مستقره، تخيل معي دوله مستقره مثل سويسرا امريكا اي دوله، حتى مثلا نقول تونس الجزائر اي دوله مستقره تنتخب لها حكومة فعلا هنا تمنح لها فرصة 100 يوم لكي يلاحظوا يعني ماذا فعلت هذه، لكن انك انت تحسب لي 100 يوم على حكومة جاءت ولم تستطيع ان تصلح القاعدة الاسبوع الماضي يعني خلاص صعب خلي جواب وهي اساسا لم تفعل حتى الان. طيب خلينا ناخذ فتحي دكتور فتحي. اولا بسم الله الرحمن الرحيم اقول لكم الصراحة يعني ان الانسان الحر الديمقراطي الوطني يشتري المعارضة شراء، بالعكس في ناس مكتب للمعارضين ومكتب للمستشارين معه، صحيح حكومة الظل حكومة الظل في بريطانيا نعم نعم كلها وسائل سلمية نعم مرآة. لكن يا أخي أول حاجة يعني كنت أتمنى قبل ذلك لماذا ينظر إلى الشعب الليبي كقطيع؟ أنا أقسم بالله أتحدث لا في ميدان الشهداء لا أظن ذلك لا أتحدث في ميدان الشهداء ويرسل لي صديق في الصخيرات من اللي مشترك في الحوار يقول لي نرجو عدم التأجيش لله أجل قدامك علماء ودكاترة يتكلموا أحسن مني وناس يعلموني صحيح ندوي لهم يعني يساقوا سوقا كما تقول أنا أساق في الجماهير، الجماهير انبحت فيهم. اللي قال لي صديقي هذا اللي مشترك في الصخيرات في الحوار يقول لي نرجو عدم التأجيج، دكاترة وأساتذة وأطباء ومواطنين وعلماء وفقهاء وميكانيكيين وعمال فلاحين ناس واعية يا أخي، كفاية أن تقول لي تستغل في الشعب، الشعب هذا مش قطيع، هذا الشعب واعي من أرقى الشعوب يعني عنده قيم وثوابت ومبادئ راعي، يعني عيب والله عيب هذا الكلام أقسم بالله، أنا شنو ماسك أطفال في الابتدائي أجلس فيهم ولا أنقود فيهم كيف ما نبي، ولا تم عمر 42 سنة لما قرر الشعب قاعد يشرفط فيه في كفوف، هذا عيب أنك أنت تقول لي ما تأجيش ما تستغلش، شنو أطفال هم مهبلة ولا شنو؟ أولاً ثانياً كنت أتمنى ان معذب وغير معذب والمجالس هذا ولا لا، ان يا اخي يتحدث عن قصف فرنسا لاخونك الثوار المهجرين. هو تحدث اليوم اصدر بيان اداري. هو تحدث الرجل اليوم حتى هو قال ومجلس استشاري استشاري ماذا تنتظر منه؟ اما انا لحظه يا صديقي لحظه اما بيان ادانه لنبوا بيان ادانه ولا نبوا بيانات ادانه، نبوا عمل نبوا خطوات عمليه. لحظه سيدي اعلان حرب على فرنسا مثلا عندك امكانيه انك مش معقول يا سيدي لا يستطيع ان يفعل شيء، خلينا نكون واضحين. اعطيني وقت لا هي كلمه واحده فقط، نحن في وضع سيء جدا لا نستطيع ان ان ان, أن نقف مثلا امام فرنسا الا بطريقه انتم علمتمونا اذا اردت بطريقه استغلال المجتمع الدولي. المستطاع الاتي ان يا اخي الكريم على الاقل تركز على مصطلحات خطيره جدا، ان الثوار الهابين، ان الثوار خارج الشرعيه الذين يريدون ان يستغلوا الوضع. شنو الكلام الفاضي هذا؟ الدنيا من قارة والمواطن يتألم من سيولة من نار عم 60,000 مشكلة، الحروب في كل مكان، نريد خطاب يساوي هذه المحنة، خطاب يرتقي لما لكن ما تظهروش، ليش ما ظهرتوش؟ تبوا تستغلوا شنو الكلام الفاضي هذا؟ تظهروا كاتب الوفاق كان تب الوفاق اللي تظهروا ومشوا لوزارة الخارجية ومشوا للمجلس الرئاسي كان قاعد مستمعاهم بتجيب الوفاق مش البلاد متفقة مع بعضها في وفاق. هذه نقطة بارك الله فيك ذكرتني بقضية خطيرة جدا. نحن لسنا في تقييم المجلس الرئاسي ولا في هالمية يوم هذه حفرة مش حنخش فيها أنا ولا حيخش فيها يعني. أنتم بتنحوها بس تزيلوا خلاص إزالة يعني. لو سمح لا تستعجل الكلام. خلي أصبر يا صديقي هذا المجلس الرئاسي مش نحن في مستوى تقييم. يمكن مع مجلس الإدارة الدولة اليوم. 100 يوم 200 يوم نحن ضد الاتفاق السياسي ما يسمى بالاتفاق اللا اتفاق، مش ضد المجلس والله أداء حتى لو عندنا دولة مستقرة ورائعة وما عندناش إشكالية ولا لا. الحكومات تفشل. الحكومات تفشل حتى في دول آمنة مستقرة. احنا ضد الاتفاق اللا اتفاق اللي فيه 60,000 ثغرة اللي الدنيا متعاركة. طيب هذا وقع نعيشه لا احنا عداوتي الشخصية السياسية خصومتي السياسية للاتفاق للآتي. اعتقد اعتقاد جازم
يبدأ بإذن الله سيؤكد ولا لا أن المجتمع الدولي عنده أجندات وأولويات يريد أن يحققها من وراء هذا الاتفاق، مش شرط من وراء المجلس الرئاسي ولا من وراء طيب. مجلس الدولة. نحن يا أخي الخطأ كبير أن ننزل أنا ضد المجلس هذا، تحول المجلس جد مجلس ثاني نفس الشيء. أشخاص ليبيين كلهم كبار طيب، خلنا نرجع للتظاهر. سيفشلوا أشخاص ليبيين، سيفشلوا أن ينجحوا. نحن ضد هالخزوق متاع اسم المجتمع الدولي عنده أجندة وبدت تطلع. طيب خلنا نرجع في قصة التظاهر. قسم فرنسا لأبنائك بدأت تحقق هذا. طيب الأمر. دكتور خلينا نرجع للتظاهر. يعني مسألة المآرب السياسية أعود إليها مجددا. هو ذكر لك نقطة لماذا ينظر للشعب كأنه يساق سوقا، لا تؤججوا هذا، لا تخرجوهم، لا تخرجوا من ميدان الشهداء. يا أخي قال لك في المتظاهرين الدكاترة والعلماء وطلبة العلم الشرعي وغير ذلك. هذه نقطة. النقطة الثانية، إذا لم يخرج هذا 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 المواطن من أجل الكهرباء ومن أجل الماء ومن أجل السيولة، متى سيخرج؟ هو وله بالحق أن يطالب بإقالة من يراهم متعمدا في هذا الأمر. هو هنا التأجيج. كيف التأجيج؟ هذا مرحلة تأجيج. تعرف معنى التأجيج؟ معنى أنت أنا قلت حكومة اخدم، زود اخدم بالمعول، وأنت تضرب فيه من الخلف، يعني ما خلتنيش نخدم. يعني معقولة تطالب أنت بأشياء لها سنوات متراكمة، الكهرباء والسيولة وأزمة يعني الدولار؟ يعني يسكت؟ لا مش السكوت يعني لا, لا 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 أعطيني فرصة، أعطيني فرصة حتى أحول عملي. الدولار هو 5.5 قصدي، أعطيني فرصة. أنت خليتنيش أنت كل يوم هو إذا أنا نجحت أنا نجحت حكومة نجحت في إعادة تصدير النفط، تجي تطلع ثاني يوم وتدير مشكله باش تير المواطن. مش مشكله ان البرلمان ما عطاش الحكومه اربع سنوات الفيطة. انت فشلت اربع كتيار اربع سنوات عندما دخلت عندما دخلت لطرابلس دقيقه عصام اول حاجه نبغى نقصد التيار، من هو التيار تقصد اولا؟ ثاني شيء يقول القائل، وهذا ليس كلامي انا، هذا رسائل ممكن نوريها بعد قليل. يقول القائل الحكومه عندما دخلت القاعده ابو سته بعد ان تلت البيان قالت 100 يوم وحينحل الامور كلها. المواطن لما دخلت هذه الحكومه كان الدولار في رقم معين، اصبح الدبل اصبح كل شيء. انت تحرج عليهم حتى الظهور امام الناس. ماذا تحتاج الحكومه؟ تحتاج الى ميزانيه، لم تاخذ ميزانيه، تحتاج الى مصادقه من برلمان. انت وعدت المواطن بوجود هذا الامر، وزارات انت وعدت يا هنغاري سيد هنغاري، انت وعدت المواطن بوجود هذا الامر. حتى الحكومه اللي قبل المواطن المفروض تعاون مع الحكومه. كيف؟ ما تعاونوش مع الحكومه المواطنين اذا كان هم خرجوا متظاهرين، ولا كان حتى متمسك بحكومه الغويل قاعد في مكانه باش يطلع. انت يعني في اشكاليه يعني وزاره كلها لحظه بس خلي عصام لو سمحت بس ميزانية تبي أموال، لم تتحصل على ميزانية حتى الحكومة تعالج هذه المشاكل. يعني أنت أنا تطلب في طلب مستحيل. أنت بتبوا حكومة بتاع ممكن ربما رئيس حكومة عندها خاتم سليمان أو عندها الفانوس السحري باش يحل هالمشاكل، تراكمات متاع 45 سنة ولا 47 سنة متراكمين فيها بيحلها لك في يوم وليلة. هذا طلب مستحيل، هذا ضحك على الدقون، هذا ضحك على البسطاء. إن يجيب تانا يا جماعة أنا يقول لك مستحيل الحكاية بس مهدم دمار البلاد. مش كان يقول خمس سنوات لم تبنوا الدولة في خمس سنين؟ يا رجل طيب. اتق الله، أنت تتكلم على الوقت خمس سنوات قلت طيب. وين الثورة وين الدولة؟ إحنا كنا خمس سنوات الشعب الليبي كبيرة جدا، معارب ليس المجلس الأعلى في قضية المعارب السياسية. عارف أن المتظاهرين لما مشوا للمجلس الرئاسي حيجوا بعدها للمؤتمر، ولذلك هو المجلس الأعلى خاف على منصبه. هذه الحقيقة، ما فيش شر غير. أما أن الشعب الليبي يساق بعقلية توافق على المجلس مهما صار ورجيه ينتظر حتى يخدم، انضرب قبل في حكومة زيدان، دعوا الراجل يشتغل 70 مليار ومشوف الفاضي. ولذلك الشعب الليبي لم يتحدث إلى السيد
ما نبوش نقول احنا الاسماء ونحونا من الاسماء بك لم يتحدث المجلس الرئاسي بان يعطي الوعد، الوعد اعطاه المجلس الرئاسي، الحكومات الذي قبله مثل حكومه الغويل وكذلك حتى حكومه اثنين نكون صادقين منع عنها الميزانيات، لا يوجد الا البند الاول والبند الرابع بند المرتبات وبند الدعم. كيف كان الدولار يومها؟ كان 52 و30 يا اخي، بعدها واستغلت الاتفاق السياسي بالموافقه عليه بمعاناه الناس بوضع الدولار بوضع الكهرباء، صارت استغلوه اوكي عندما ياتي عليكم باطل. احنا ما عرفنا والله العظيم كيف تتفق. سيد نوسي يعني صار. اليوم يدعو سيد معزب الاعضاء المنقطعين الى الرجوع 26 اعتقد او 24 الى الرجوع والدخول معهم مجددا في المجلس الاعلى للدوله. يعني هو من جهه يقول ان هناك مآرب سياسيه وانت قلت انه يقصدهم هم، ومن جهه يدعوهم، يعني الا ترى التناقض يعني هنا؟ هي دعوة السادة أعضاء المؤتمر للالتحاق بمجلس الدولة من قبل نائب رئيس المجلس الدولة يعني هذا أمر طبيعي جدا، حتى حسب الاتفاق السياسي يجب توسيع قاعدة هذا الاتفاق يعني، ويجب أن كل حتى المعارضين للاتفاق يجب فتح قنوات حوار معهم وإقناعهم بهذا الحوار، لأن بهذا الاتفاق، لأن الاتفاق السياسي لا يمكن أن يتفعل إلا بتوافق الليبيين وبحرصهم جميعا وتعاونهم من أجل خدمة الوطن. لكن يستطيع شخص واحد فقط أن يوقف لك يعني حق النفط، يوقف لك ميناء، يوقف مثلا منفذ حدودي، يمكن أن يعرقل الدولة بالكامل. طيب. فلذلك التوافق بشكل عام مطلوب. وطبعا أنا لا أقول بأن يعني موضوع الأشخاص راهو دعنا منهم، موضوع الأشخاص أنا أمس والله تمنيت ما ذكرت اسم أي شخص حقيقة، يعني كما تفضل الأستاذ عصام، والله موضوع الأشخاص يعني متعب، لأن تجد نفسك تدافع عن أشخاص وكذا أو تجرحهم يعني بدون طيب. تمام. فيليت أن يكون النقاش والحوار حول أمور أخرى، مثلا حتى تعديل الاتفاق السياسي هو مش نازل من السماء، هو في آلية لتعديله، فقط آلية لتعديله بين الأجسام المنبثقة منه، هناك آلية لتعديل هذا الاتفاق وتعديل أي نقاط يعني ممكن طيب. الذين يدخلون في الاتفاق طيب. ممكن يلاحظوها ويعدلوها. لماذا سألتك على 26؟ لأن هؤلاء 26 بما أنهم هم كما ذكرت أنهم هم الذين يحركون الشارع. لا 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 ليس واضح يعني هو ربما بعضهم، ليس كلهم طبعا، هم يتكلم عن بعضهم ربما يساهمون يعني مش يحركون، لكن طيب. لكن مجرد يعني امتناعهم عن دخول مجلس الدولة هذا يعتبر يعني مشكلة بالنسبة بالنسبة للبلاد ككل. طيب. طيب لماذا المجلس لماذا نعم. لماذا اليوم سيد معزب نعم. البعض وصفه ظهر انزعاجا كبيرا من مظاهرة الجمعة الماضية، يعني الأصل أن هؤلاء شباب خرجوا مجددا، أنا أعيد الحوار مجددا، خرج لمطالب، لماذا ينزعج المجلس الأعلى للدولة في هذا الأمر؟ والله أنا لا أعرف يعني هو هذا الانزعاج يعني إذا كان يتكلم عن مجرد أن مثلا اقتحام بعض الوزارات وكذا هذا أمر آخر، لكن المظاهرة نفسها لا أظن أنه انزعج منها، هو تكلم حتى معزب لنكون صادقين واضحين، هو تكلم عن حقية حق الناس في التظاهر وحقهم لهذا الذكر صحيح. نعم هذا ذكر هذه الأمور، لكن هو يتكلم ربما عن استغلال بقى البعض لي كيف نميز بين الاستغلال لغضب الشارع وتوجيهه نحو يعني أماكن خطأ يعني. نعود لمسألة السوق، كيف نميز بينها هذا تحرك إرادة عن نفسه وتلبية لواجبه وبين أنه مساق سوقا لهذه المظاهرة؟ هو شوف يا أخي يا أستاذ مصطفى مش عملية سوق هي، لكن يحدث هذا الأمر أثناء التظاهر وكذا، يحدث أن توجيه الغضب إذا كان هو المتظاهرين غاضبين من ماذا؟ غاضبين من العدوان الأجنبي على 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 هؤلاء الشباب اللي طيب. اللي كانوا يريدون العودة إلى بنغازي طيب. لكن 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 الأمر تم توجيهها إلى أمر آخر. طيب أنا ترى أن السيد معزب يعني غضب لمن سيس حسب قوله سيس المظاهرات أو سيس ولم يغضب لغضب الشارع بحد ذاته. أنا لا أعلم هذا أمر يخص حقيقة، أنا ما لا لا, لا أجد ما أقوله في هذا الشأن، لكن هو يفترض كما قال السيد المطالبة هل هي حقيقية موجودة ولا غير حقيقية. الدكتور فتحي بكري ذكر كلمة جميلة جدا اللي هي أن المفروض أن أيضا السيد معزب يحرص على مصلحة المتظاهرين وحرص عليهم وحمايتهم وهذه الأمور. دكتور فتحي هو تحدث عن أو غضب لأجل مخافة تسييس المتظاهرين ولم يتحدث عن غضب المتظاهرين بحد ذاته. نعم. قال من حقهم هم، فلماذا هذا دعنا نقول المراوحة؟ هو
يعني حقيقة ارتعبوا من هالمظاهرات، واضح جدا انه خافوا يعني ارتجت القضية السياسية. يعني المظاهرات رائعة كبيرة جدا، فيها كما ذكرت لك الشياب العزايز مختلف الأجيال غاضبين لقضية كبيرة جدا. أما لماذا يمشوا للمجلس الرئاسي بينما أصل المظاهرة على الغارة الفرنسية؟ واضح جدا لنا جميعا البيان اللي طلع المجلس مرخي مرخي بكل، يعني ليت ما طلعش خير قسما بالله. ما كان طلع الدكتور كان طلع مش عاجبكم وكان ما طلعش مش عاجبكم. لا لا طلع بيان أستاء وبعد قال هؤلاء سرايا سرايا دفاع عن بنغازي وخارج الشرعية. هو لسان حال البعض يقول ليس في الإمكان أبدع مما كان، هذا اللي عندي. لا أبدع كان فيه في الإمكان كثير جدا. الشيء النقطة الأخيرة مش الأخيرة البسيطة وتفرج السهل يعني اللي أذكرك بها لأن السهلية تقول الأستاذ أن لا إله إلا الله حسبي الله ونعم الوكيل. على كل حال الإشارة إلى الإشارة إلى سرايا بنغازي ولا بأنهم خارج الشرعية يعني قضية خطيرة جدا جدا. هذه بالنسبة للمجلس هل يقصدوها ما يقصدوها شوني ما نعرفش، لكنها سقطة سقطة كبيرة جدا. أذكر وأذكر وأذكر، نحن مش ضد المجلس ولا ضد حكومة الوفاق ولا ضد الشرون، نحن ضد الاتفاق. على الأقل أنا حضرت ميدان الشهداء وألقيت فيه كلمة في مضايق، ما مشيتش الوزارة الخارجية وما مشيتش مش لأني ما نبيش نمشي، لأني فقط ضد الاتفاق يعني ضد المجلس على الدولة أنت. يا سلام بالتأكيد، شكرا جزيلا. أنا مسجلها النقطة ذكرتني الآن للأخ معزم وللأخوة اللي في مجلس الدولة، لو نقول لهم أنتم وقلتها أثناء انعقاد حوار صخرات، قلت يا جماعة فكرة مجلس الدولة رشوة رشوة لكم رشوة لكم حتى أستاذي الكريم بالله ثلاث خمس ثواني رشوة خلاص. رشوة عندي رد الدكتور حسن، رشوة باش يحل المؤتمر. قلت يا جماعة من هم أعضاء يا أخي خلينا قريب نكمل وكن صبرت، أنا خذيت وقت أنت ما لا. قلت هذه رشوة حل لقاه اليوم باش يحل المؤتمر اللي في المجلس الدولة اليوم. طيب أصدقائي طيب قالوا لي طيب دكتور نقطة رائعة يا فتحي، أنا أتركك لمساء غدا لأن الوقت انتهى بفعل. يا أستاذ مصطفى دكتور. يا أستاذ مصطفى أصدقائي اللي في الآفل أن يقولوا شكرا نقطة جيدة وفعلا بيرشينا ولن يرشينا. طيب أنا أشكرك، أنا أشكرك دكتور فتحي، أشكرك كذلك ضيوفي الكرام، الوقت انتهى. أسأل المشاهدين ملتقنا في يوم قادم بإذن الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. دكتور فتحي الشباب كانوا في المؤتمر الوطني.